خدمة للطاقة المستدامة وخدمة للإنسانية، جاء مشروع تثمين النفاية الصناعية لإنتاج عازل حراري وصوتي للبنايات من أجل نجاعة طاقوية لفريق بحث قاده الباحث مراد شيخي بوحدة تطوير الأجهزة الشمسية بموسماعيل من خلال ابتكار مادة طبيعية انطلاقا من النفاية الصناعية لمجمع الورق والتغليف تونيك. جاتنا ليدي ابارتير من المشكل اللي كان عند في مؤسسة تونيك اللي عندنا معهم من كونفونسيون، يعني اتفاقية التعاون. دونك كان عندهم مشكل في النفايات، يعني كان عندهم مشكل في النفايات يعني اللي جاية من الورق، يعني بعد نهاية مدة حياتها، يعني هذا المنتوج ماهوش روسيكلي، يعني غير قابل للرسكالة. دونك كانت تشكل أطنان من النفايات الصناعية هذه اللي فيها يعني رائحة وفيها يعني تاخذ حيز كبير، وكان عندهم مشكل انه يعني الحل الوحيد كانوا يديوها يرموها في المفرغات النفايات ولا تحرق. دونك كانت تشكل يعني من الجانب الاقتصادي كانت تكلفهم كثير، ويعني من الجانب البيئي ثاني كانت مضرة بالبيئة، بوسك يعني سواء الحرق تاعها ولا يعني الردم تاعها كان فيه إشكال على الجانب البيئي. قمنا بتجفيف كمية كبيرة من هذه الورق، وبعد هذا التجفيف قمنا بالدراسات على هذا الورق وتحصلنا على هذه المادة، وقمنا ببرواج تاعها، يعني تقطيع هذاك الأوراق، واستعملناهم كديبانو. وهذا يعني هذه الدراسات اللي قمنا بها خلتنا نتوصلوا ان هذه الماده هي غير سامه، يعني تقدر نستعملوها في هذو لي بانو، ما تكونش ضرر يعني المستعمل لهذه الماده، ونقدروا ثاني نستعملوها كعنصر نضيفه في السيمون، يعني المواد البناء. يمكن للمادة الطبيعية المبتكرة أن تستعمل في تطبيقات عدة وقطاعات مختلفة على غرار التجهيزات الشمسية، ليبقى الهدف ترقية استعمال النفايات الصناعية وجعلها مواد أولية طبيعية. شفنا أنه يقدر هذا المنتوج يكون في العزل الحراري، لماذا؟ يعني في تطبيقات البنايات. جبنا كما نقولوا حنا دي زيشونتيون، درنا لهم تحاليل لازمه ديال تيست فيزيكو شيميك، شفنا انه الماتيريو هذا يعني الماده هذه تقدر تكون يعني يعني عندها الخصائص باش تكون في العزل الحراري في البنايات، يوفر العزل الحراري يعني في اون بلاج ولا في مجال يعني مسموح به الاستعماله في البنايات كعازل حراري، وميم طون يعني ثاني ميم كما نقولوا حنا سرعه الاحتراق تاعو يعني بطيئه، يعني يقدر حتى وين يكون يعني يحبس شويه الاحتراق، يعني لو طون اللي يعطيك الوقت باش تطفئ الحريق تاعك، يعني الاحتراق تاعو ماهوش سريع بارابور اللي يعني إذا ما قارناه مع المواد البلاستيكية. ما يمثل نسبة 69% من المياه الصناعية للمجمع هي مياه ملوثة، يمكن بهذا الابتكار استغلالها واستخلاص عجينة ورق كمادة أولية وعزل الروائح الكريهة. مراحل عدة وقف عليها الابتكار، إضافة إلى أن التجارب الفيزيائية والكيميائية التي أجريت على المادة المبتكرة أثبتت نجاعتها وعدم خطورتها على صحة الإنسان. هذا المشروع مر على عدة مراحل، هو ريكيبيري لو ديشي، برودوير لو ماتيريو ان لوي ميم، اي سون ابليكاسيون سي لا ديرنيير ايتاب كون فا فير. Je travaille sur l'énergétique des installations solaires thermiques. Donc, dans le projet, il y a un deuxième volet qui est l'application de cet isolant sur une façade d'un bloc administratif et tester les consommations énergétiques de ce bâtiment tout en utilisant une installation solaire thermique. Notre projet, c'est de mettre une plaque de cet isolant sur une façade de ce bloc administratif qui est équipé d'une installation solaire thermique pour le chauffage de ce bloc.
الابتكار تحصل على الجائزة الدولية النمساوية ناسيونال جلوب إنرجي أورد، التي تعد أفضل مسابقة على المستوى الدولي في مجال البحث حول الطاقات المستديمة كتحد مستعجل لحماية الكون، كما تعد كذلك أوسكار استحقاق للباحثين تشجيعا وتحفيزا لهم لمواجهة الاحتباس الحراري. جد فرحانين بهذا التتويج. هذا راهو سيتون ميزور لينا على نوعيه الابحاث اللي رانا نقوم بها ونوعيه الافكار اللي راهي تخرج من هذه الوحده ومن هذا المخبر اللي رانا نعملوا فيه. البحث الجزائري يعني يوفر له الامكانيات وليزيد يعني الافكار، ولما سموك با يعني ما تخصوش هذه الامور، يعني وفر له برك جو ملائم، وفر له برك امكانيات اللازمه، وخليه خليه خليه يبتكر، خليه هو يبدع، خليه هو يجيب القيمه المضافه. ابتكار طاقوي نموذجي صديق للبيئة، على أمل أن يعمم من قبل شركات الصناعات الورقية لفائدة الإنسانية قاطبة للتقليص من حدة الاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم.